مكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية، أما هلا سلمى رح نروح لفن التطريز، هذا الفن الجميل اللي بياخذنا لعالم آخر من الهدوء والجمال. رح نحكي عن التطريز وأدواته وأساسياته مع بالإضافة لأجمل النماذج والصور. رح تحدثنا عنها الآنسة مياس البضنة وهي الاختصاص في التطريز اليدوي. يسعد صباحك. صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك. يعني من اول ما دخلتي هيك حطيتينا اغراض والوان حلوين كنا عم نتفرج عليهم انا وطبعا ليلى تحت الهواء، عم نقول قديش هي الالوان حلوه وبتعطي طاقه. خلينا نبلش بدايه مع حضرتك، ايمت بلشتي بفن التطريز؟ هلا انا بالاساس دراستي كانت فنون، ثانويتي ومعهدي بفنون، بس قطعت فتره يعني شيء 10-15 سنه، ووقت الكورونا بلشت انه طالع انه ارجع اشتغل. تذكر كيف كنا ناخذ بالمدرسه وبالمعهد، وبلشت طبعا اول فتره كنت نسياني كل شيء شوي 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 لحتى صار بقى يطلع معي هالشغلات. تحكي لنا عن الادوات اللي بتحتاجيها لهذا الفن. هلا اهم شيء من الادوات هي الطاره والابره والخيطان، هذول اهم شيء. هذول اهم شيء، وطبعا والقماش، فهدول الاساسيات كلهم لهم يعني خلينا نقول معايير. يعني اليوم اي شيء بتقدري ترضي عليه، بس اذا شدينا على هي الطاره ولا في نوعيه قماش معينه، نوعيه خيط معين لازم يكونوا موجودين. هلا هو الخيط لازم الدقمسه يلي ما بيحل، مشان طبعا اذا انغسلت مثل في قطع الشناتي في قطع ممكن انها تنغسل، فلازم يكون الخيط انه ما بيحل. هو خيط الدقمسه. حتى لما بدنا نعمل الشناتي اهم شيء انه تكون في طاره حتى نحسن نشد القماش عليها لنحسن نطرز. القماش لازم يكون ما في مطة، إنه قماش بدون ما يمط حتى نحسن نشده مزبوط على الطارة. والرسمة اللي ممكن الزبونة تطلبها ممكن نحن ننقيها ونشتغل عليها، وبعد منها مثل الشناتي بتندرز وبتنشغل. خلينا نحكي عن تعلم التطريز كيفيته. مثلا أنا بدي أتعلم تطريز لسه ما بعرف أشتغل أبدا، كيف بدي أبلش؟ هلا بدك تبلشي. هلا صار عنا صار في معاهد تعلم، اليوتيوب صار في علم. هلا هو اهم شيء انه في ثلاث اربع غرز اساسيات هدول لازم تتعلميهم، وشوي شوي الواحد على الممارسه يعني بيزبط معك اخر شيء. صحيح. اكيد. طيب بلشتي بهذا المجال وصرتي تحطي مثلا لك صفحه، بلشتي مشروع خاص فيكي لحتى الناس تشوف هذا الشغل اكثر؟ ويمكن في كثير عالم اليوم عم ترجع لهذا الفن اليدوي القديم، بتحب انه يكون عندها بالبيت قطعه بتذكرنا بستي وستك وهيك، يعني بنقول انه هي الشغلات كانت مثلا تيتا تعمل قطعه منها بالبيت نحتفظ فيها. قد ايه عم تحاولي ترجعي هذا الشيء القديم؟ هلا انا فتحت صفحه طبعا بعد يعني فتره انه انا اشتغلت، صرت اعمل شيء للبيت لإلي، صرت للاولاد يعني تصاميم لقلب البيت، لحتى انه شفت انه خلص صارت يعني قطعي خرج انه تنعرض على صفحات او على السوشيال ميديا. فتحت صفحه وصرت نزلوا يعني، والحمد لله انه صار في اقبال عليها. خلينا نحكي عن الالوان اللي بتختاريها، كل شيء له الوان معينه انت بتختاريها ولا حسب الطلب؟ هلا حسب الطلب. هلا في زبونه بتقول لك انا بحب اللون الموف، في زبونه بتقول لك لا انا بحب اللون الاحمر، في زباين بتقول لك انت على ذوقك، يعني شلون شايفه القطعه بتطلع فانت على ذوقك اعمليها حسب شو اللي بتطلب العالم. نعم. طيب يعني مثل ما عم نشوف هلا مع ليلى، يمكن في شغلات بيكونوا على الطلب، يعني مثلا حدا بيطلب مثلا نموذج معين، شايفه عامله شيء لشيف، عامله شيء لمصور، بتعملي لهم شغلات تحت طلبهم؟ هلا يعني ممكن يعني بتحاكيني الزبونه انه انا بدي اياها لبيبي، انه انا جايبه بيبي لمولود، فبطالع مثل الافكار. اي تمام. فعندك هون الوزن، قديش وزنه البيبي، قديش طوله، قديش اي يوم انولد، اي يوم انولد، فبتضل يعني انه ذكرى للبيبي. ممكن تحاكيني اي شيف، انه انا مثلا شيف وحابه اعرض، ممكن مصوره، فبتطلع معنا الافكار وبنشتغلها. هي الغلافات الحلوه خلينا نحكي عنها كمان اكثر. هلا هي خطرت الفكره ببالي وقت رمضان انه هو غلاف مصحف، يعني بيضل لإلك يعني شيء خاص فيك وبنفس الوقت بيحافظ على المصحف. اكيد. فطلعت الفكره برمضان والحمد لله يعني لقت اقبال كثير منيح. طبعا هذا طلع بعد تجارب 4-5 مرات وفشلوا وليلى حتى زبطوا هيك بهالشكل. هذا الحلو انه كله بيتنظف كله، يعني مشان الغبره انه كله فيك تنظفيه وترجعي. تمام. حتى ما بقول لك انه هو بينغسل، يعني هي القماشه بتنغسل لانه هي الخيطان الوانها ثابته. حتى مثل ما شفنا هذا الاكسسوار سلمى كثير حلو مميز.
كمان هي مسبحة مع المصحف. كثير حلو. خلينا نفوت على شوي مجالات اللي بيحبوها كمان الصبايا، الشناتي والسوفونيرات. هلا هدول يعني شيء جديد هلا؟ نعم يعني عم طالع انه غير الاطارات واللوحات مثل هي مثلا شنطايه المكياج، فهي يعني بتضل الصبيه هيك محافظه على اغراضها. هي كمان قطعه كمان جديده. هي هلا خرج الصيف، هلا خرج ايه وهلا كثير دارج هذا الشغل والقش والقصص، هي دارجه هلا بهذا الوقت. هلا في هي كمان الحقيبه كثير دارجه، عم ياخذوها تبعات الجامعه او للجامع، بيقولوا لها توتي باج اسمها. بحطوا فيها، بنحط فيها يعني بتسع الكتب تمام، الدفاتر، شيء بسيط ممكن. غير شنطات الايد، غير شنطات الايد. هي طلعت مثل اكياس محافظه للبيئه تماما. هي فينا نشوف كيف فينا نحفظها، فينا نغيرها. واحلى شيء مثل ما قلنا انه هدول كلهم بينغسلوا لانه اليوم تمام. في مشكله اوقات الشخص بيجيب شغله بيكون كثير حلوه بس تتوسخ ما بتتنظف فما عاد بيقدر يلبسها. تمام. حتى كمان عملت لنا هون طواقي سلمى، شوفي شو ظريفه. هو انت بتجيبيها ساده وبتعملي انا بجيبها ساده وبعمل عليها التصميم. تمام. كمان فيكي تحطي اسماء او اي شيء بينطلب منك. ممكن اسم يعني اي تصميم، انه انت بدك الاسم، بدك لا وردات، بدك يعني اي شيء بيخطر ببالك انا بعمله. حلوين. احكي لنا عن اهم اللوحات اللي عملتيها. اهم اللوحات هن المعوزات ولوحه لابن اختي هي بالوقت اللي ولد، نفس هذيك اللوحه اللي شفناها. نفس هذيك الطريقه اللي شفناها. هي اللوحه تبع ابن اختي عملت فرق عندي بالصفحه الصراحه، يعني نفس التصميم ونفس الهي هي اللي عملت لانه الناس اليوم عم بتدور على شيء مختلف مميز ما يكون موجود. هي ايه بتصفى انه الشغله، يعني انت مالك اخذه شيء من السوق انه العالم كلها بتعرف، خلص شغله مميزه لإلك. ايوه تمام. طيب اليوم قد ايه بتشوفي هذا المجال بده صبر، بده وقت، او يمكن هو مكلف، او حتى لما بدك تسوقي لقطعه بدك تدرسيها لتنافسي السوق؟ لانه اليوم في كثير عالم صارت عم تتجه على هذا المجال. تمام. هلا هي مكلفه شوي الصراحه، يعني وكل فتره وفتره الحمد لله بتزيد الاسعار. كيف عم تحاولي توفقي بين هاي المعادله شوي؟ هي بدها صبر، يعني بدك تكوني بقرنه هاديه لحتى تطلع معك انه خلص الخط المستقيم، خط مستقيم ما يطلع عندك انه شيء انه طالع او هي لحتى تعطي القطعه يعني جماليه لإلها. متعب هذا الشيء بالنسبه لك؟ متعب طبعا، يعني وجع الرقبه وجع الايد هذول كلهم، خصوصا تكون في هيك طلبات كثيره وكله يعني بيقول لك انه انا بدي استلم بعد يومين ثلاثه، انه طب انت قطعه عم تاخذها هي شغل يدوي ما لها شغل مكانات، انه اقل شيء بدها اسبوع 10 ايام لحتى انه الواحد على مهله وبركونه وبهداوه لحتى تصير. شو اكثر شيء مطلوب منك هلا؟ خصوصا بفصل الصيف يعني. هلا اكثر شيء هي الطارات. هلا الشناتي، الكاسكيت هلا هي فكره جديده، انا من يومين ثلاثه عرضتها على الصفحه، لقيت في يعني في اقبال عليها الحمد لله. طب تجربي تعملي قوالب جاهزه وتخليها يعني مثلا مثل هيك؟ ممكن تعملي القالب الجاهز وتتركي بس وقت حدا يوصيكي مثلا تحطي الاسم والارقام اللي موجوده؟ هلا ممكن انه تضل عندك، بس ممكن انه تقول لك انا مثلا بدي السياره بس ما بدي عليها البوابين، بدي الاسم يكون من تحت الرسمه من فوق، يعني حسب كل طلب. يمكن هدول اضمن شيء يعني، هدول ايه الشغلات او هون اللي ببقي مثلا ينحط الاسم عليها. تمام. هنن هدول بعد بدها تطريز، وهي هي في لها درازه وفي لها كذا شغله، ف يعني كثير صعب اني انا احط واترك. ايه تمام، اني اجهز لشيء. شو اهم الالوان اللي بتظهر الشغل الحلو؟ انت بتختاريها لهي الالوان؟ هلا ممكن تختاري الوان انت بتحبيها، بتحسي انه هي الالوان هي بتطلع الشغل الحلو. ايه تمام. هلا انا مثلا بحب اللون السماوي، فبحس انه لازم احط بكل قطعه شويه سماوي. الموف بيعطي لون، واللون الاحمر كمان. بس كمان يعني الناس اذواق، في ناس بتقول لك انا لا ما بدي احمر ابدا، يعني لا تحطي لي، كل واحد وله يعني له ذوقه. اكيد يعني تجربه حلوه اليوم شاركتينا فيها، ومشروع صغير لسيده اكيد بنفتخر فيكي، ودائما احنا بنحاول ليلى نشجع صحيح. كل السيدات والصبايا بكل مشاريعهم الصغيره، لانه مثل ما قالت هي بالوقت الصعب اللي الناس صحيح. خافت وقعدت ببيوتها وما عرفت شو تعمل، هي قدرت هذا الوقت تستثمره انه تعمل لها مشروع. قد ايه حلو هذا الشيء، وقد ايه بنتمنى اليوم هي النماذج اللي عم تنعرض على الشاشه تحفز
الناس انه هي تشتغل ولو شيء بسيط بقلب البيت. تمام، نشكرك. شكرا، نتشكرك. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه وموفقه ان شاء الله. الله يسلمك.